عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان. دكتور عمرو مساء الخير يا فندم. دكتور عمرو أهلا بحضرتك. أهلا بيك فندم. بيلتون صرحت وبتقول إنه الجنيه سلاح الاقتصاد في 2020. قراءة حضرتك لهذا الخبر؟ وأكيد حضرتك تابعت التقرير الإيه، وأنا ممكن أقول لحضرتك بعد النقاط، أبرز النقاط اللي جاءت في التقرير. تفضل. لا، هو في الحقيقه التقرير بيبشر بتحسن بقيمة الجنيه في 2020، وده شيء متوقع جدا. مش بس ده، مش التقرير الوحيد اللي بيقول الكلام ده، يعني ده في اكثر من تقرير بيحمل نفس المضمون، في ظل ان احنا عندنا اخبار، يمكن الاخبار اللي حضرتك كنت بتقريها قبل المكالمة نعم. فيها حاجات كتير ليها علاقة بالتقرير، لما نتكلم على زيادة للصادرات المصرية، زيادة أكتر في انفاق في إنتاج الغاز والبترول، زيادة في إيرادات السياحة إن شاء الله السنة دي 14.5 مليار دولار، وإن شاء الله السنة الجاية 16 إن شاء الله. ده من أبرز النقاط في التقرير، أثاره مسألة السياحة. نعم تفضل. وبالتالي واحنا بنتكلم على تحسن في ميزان المدفوعات او تدفق للعملة الاجنبية للاقتصاد المصري في 2020، بالاضافة الى زيادة الاستثمار في اذون الخزانة والسندات اللي بتصدرها الحكومة المصرية، فاحنا بالتأكيد بنتكلم ده هينعكس على قيمة الجنيه، وده اللي كان وقت ما كان قرارات التعويم من 3 سنين كان معظم الخبراء بيقولوا التوقعات الخاصة بالصندوق فكرة ان تحرير سعر الصرف الجنيه هو اللي يقدر يمكن الاقتصاد المصري من جذب التحويلات الدولارية والاستثمارات الاجنبية لمصر. يمكن ايضا الرئيس النهاردة في المانيا بنشوف الشركات الالمانية سواء راجع لمصر زي شركة مرسيدس أو الشركات الجديدة اللي هتشتغل في مصر خلال الفترة اللي جاية، كل ده في النهاية بيصب في فكرة أساسية، هي فكرة إن الاقتصاد المصري في مرحلة نمو مرتفع، هو الأعلى الثالث عالميا، الأعلى في منطقة الشرق الأوسط. وده واحد من الحاجات برضو اللي أشار ليها التقرير، إن شاء الله مؤشرات إيجابية. يبقى التحديات الأساسية اللي بتواجه الاقتصاد المصري في 2020 فكرة التصنيع، تحدي الفقر والقرى الأكثر احتياجا، وأعتقد أن الحكومة بتحاول تشتغل على الموضوعين دول، الاستمرار في التنمية البشرية وبالذات الاستثمار في التعليم والبحث العلمي واصلاح التعليم، واحد من اهم الملفات الهامه جدا اللي بتمثل المرحله الثانيه الاساسيه من برنامج الاصلاح الاقتصادي نحو رؤيه مصر 2030. تمام، بشكرك فندم، بشكرك شكرا جزيلا.